قولي لي الفيلا دي فين؟ في الدقي في شارع رشوان. فاضيه؟ لا يا اختي هيدوها لك بفرشاه ان شاء الله. انا هتوكل على الله وهاخدها، يمكن يكون وشها حلو عليا ونتلم انا وامي بقى. انت مرتاحه يا طوحه الموضوع الفيلا ده؟ هعمل ايه بس؟ مفيش قدامي غيرها. غاليه غاليه قوي. ربنا ان شاء الله هيدبرها. اهي رقصه في السيما من هنا على نمره هناك، وربنا ما بينساش حد. ميعادنا بكره بعد الظهر، تدفعي الفلوس وتستلمي المفاتيح. والله هتسكني في فيلا يا بنتي يا توحه. سيبيني بقى بالوكسه السوداء اللي انا فيها بقى. وكسه ايه يا اختي كف الله الشر؟ يعني انت عايزاني ابعت اجيب امي من البلد وفي الاخر انيمها جنبي على البلاط؟ صحيح، دي لازم يجي فيها كده كام حاجه تزوم المعيش، دي تمن اوض يا توحه. مش عارفه اعمل ايه، ده انا يا دوب اللي هيفيد معايا بعد ما ادفع ايجار البيت ما يكفيش حتى تمن سرير. فل قوي. وانت يا اختي هتحتاجي ايه انت وامك غير سرير؟ وانا يا ستي معايا كام طبق على كام حله هديهم. وانا معايا قرشين محوشاهم، هجيب لك كرسيين وترابيزه. وعندي انا الطعم مع الجديد. البنات جم؟ بيغيروا في اوضتهم. توحة معاهم؟ لا في اوضتها. طب انا رايحة لها. توحة، هو في زي التوحة دي؟ ادخل. جبت لك طقمين ملايات للسرير الجديد، انما عسل. عسل زيك، ربنا يخليك ليا يا مدام. وكمان مرتبك زاد 10 جنيه. حبيبتي مدام بديعة. حبيبتي يا توحة، حبيبة قلبي. احنا كده اتفقنا على كل اللي عايزين نجيبه، نروح لبيروية بقى نطمن عليها، واحنا راجعين ناخد الحاجة معانا. ومانا واخويا، بس قبل ما ندخل عليها نجيب لها بقى معانا كده كيس فاكهة. طبعا. خطوة عزيزة، والله ما كان في داعي تتعبوا نفسكم كده. عاملة ايه يا بنتي؟ أنا قصدك في خدمة. تحت أمرك يا بدوية. أنا خدت سكن جديد لوحدي. مبروك مبروك عليكي يا بنتي. عاوزة أمي. هروح مصر لبنتي، هشوف تحية وأعيش معاها. مبروك عليكي لمتك ببنتك يا فاطمة. أنا مش مصدقة نفسي بجد يا عم عامر. مستنيانة أنا وأنتي بكرة. وبكرة ليه؟ ما نروح الليلة. استهدي بالله يا فاطمة، من هنا لبكرة قريب. لسه هستنى لبكرة. إيه اللي خلاكي تستني السنين دي كلها؟ مش قادرة تصبري على يوم؟ وحشاني قوي يا أختي، وحشاني قوي والله. بكرة الصبح أخلص مصلحة في الإسماعيلية، وبعد العصر إن شاء الله هعد عليك أخدك ونتوكل على الله على طول، وبالليل هتباتي في حضن بنتك. يا رب، والنبي يا رب بكرة يجي بسرعة. شايلي نفسك حبة قوم يا بنت يا جمالات. حاضر يا أختي. يا باشا يا بكرة يا اختي، امك جايه بالليل واحنا لسه الصبح، حرام عليكي. انا مش قادره اصدق اني خلاص هشوف امي. ان شاء الله يا حبيبتي هتشوفيها على خير باذن الله. اسمعي يا جوجو، انا هطلع على كباريه وهسيب لك واحد بره هنا على الباب، اول ما امي تيجي ابعتيني ناديني على طول. ياه انا فرحانه فرحانه قوي. هو احنا مش المفروض نروح نزور عمتي بدويه؟ نروح لها فين؟ في مصر، في بيت جوزها. ما احنا ما نعرفش هي ساكنه فين. أكيد أمها تعرف. أمها ما جابتش سيرة إنها رايحة، وعمرها ما قالت لنا البت دي ساكنة فين. هو في كل الأحوال لازم نعرف عنوان بيتها ونروح نزورها. كلك واجب يا عثمان. سبحان الله. في إيه يا عمتي؟ فرحانة بيك يا ولد. صحيح، يخلق من ظهر الفاسد عالم. ولا عالم ولا حاجة. الله يسامحه بقى ابويا، ياما عذب بدويه. أول نبي، البت دي ياما شافت من ابوك. وحشاني قوي. وحشاني انا كمان. اصلها نخشى المضروب. يبقى زي ما قلت لك، لازم نروح نزورها. هدي نفسك يا توحه، مش كده؟ وحشاني وحشاني قوي. انا حاسه ان الدقايق بتعدي عليا كانها سنين يا تيتي. ان شاء الله هتوصل بالسلامه. ايه الاخبار يا توحه، وصلت؟ لسه برضه ما وصلتش. استناني يا ابني لحظه. يعني
انا بنتي موجوده جوه دلوقتي؟ هو ده العنوان. يلا بقى عشان الحق ارجع الاسماعيليه. مصر كلهم كده يا ماما. بس ايه دول اللي كلهم كده؟
تعالي يا ماما تعالي اقعدي. الناس في اسماعيليه والمنزله حاجه وفي مصر حاجه تانية خالص. هنا حياه مختلفه. الله طلعتي ليا تحيه. كنت وحشاني قوي يا ماما تحيه. انت اللي وحشاني اكتر يا حبيبتي. كنت خايفه قوي اموت قبل ما اشوفك. بعد الشهر صدقت اني لقيتك. ربنا يخليكي ليا يا ضمايا وما يحرمنيش منك ابدا. مرتاح يا ماما؟ هجهز لك العشاء حالي. لا يا حبيبتي ده انت اللي ترتاحي يا قلبي وانا اللي هقوم احضر لك كل حاجه بايديا. ولا انا ولا انت. الست بديعه عملت لي العربيه اكل. الست بديعه دي صاحبه الشغل. دي الست بديعه مصابني. فنانه كبيره قوي وصيتها جايب بلاد بره. سمعت عنها. بتحبيني قوي وبتعملني زي بنتها. ربنا يحبب فيكي خلقه يا ماما. طب يلا بقى يا ماما قومي نتعشى وناكل لقمه مع بعض نفتح نفس بعض زي زمان. يلا يا جمالات عشان نتعشى. جمالات كله انتوا يا حبيبتي مش عايزه اكل. يعني ايه مش عايزه تاكل؟ دي سندوتشات كفته من اللي انت بتحبيها. بجد مش عايزه اكل ماليش نفس. اللقمه معاكي ليها طعم يا تحيه. كلي يوم كلي وتهني كلي يا حبيبتي. ماليش حبايب غيرك يا حبيبتي. الدنيا كانت سودة في عينيا وانتي بعيدة عني. وانا الدنيا كلها كانت اسود واسود. كنت حاساها يا ضنايا كنت بتقطع علشانك. عارفة يما اكتر حاجة كانت بتتعبني ايه؟ ايه؟ اني كنت بعيدة عن حضنك. كنت وحشاني قوي يا ام تحية. بقولك ايه؟ انت هتعيشي معايا هنا. عمري ما هسيبك، مش هسيب التاني ابدا معاكي لاخر عمري. كلي كلي واشبعي. انا شبعت من اول ما عرفت طريقك، وحالي الزاد في بقي من اول ما شفتك يا تحيه. اخبار اسماعيليه والمنزله ايه؟ بيقولوا عليا ايه يما؟ اللي بيحصل كتير واللي بيتقال ياما. طب احكي لي. النبي تحكي لي ورحمه ابويا، رحمه ابويا تقولي لي كل حاجه، عايزه اعرف كل حاجه. ما انت شايفه يا حبيبتي بنضف. وليه بس تتعبي نفسك؟ حبيبتي ولا تعب ولا حاجه. تعالي تعالي يا ست الكل. في ايه بس يا تحيه؟ اقعدي بس يا حبيبتي تعالي اقعدي ارتاحي. انا مش عايزاكي تتعبي نفسك ابدا. ثواني وهروح اعمل لك الفطار واكل. استني بس الفطار جاهز من بدري ومستنيكي. يوه لحقتي تعملي كل ده انت بس يا ست الكل؟ يا حبيبتي انا متعوده اصحى بدري اصلي الفجر وبعدين اخلص اللي ورايا من شغل البيت. انت تيجي هنا عشان تعيشي معايا تتهني واحنا كلنا نخدمك. اوعي تتعبي نفسك. هو انا في ديك الساعه لما اتعب لك يا تحيه؟ عقبال ما تعب لك مفرحك يا ضنايا. في حياتك يما. تسلمي يا حبيبتي. لكن ليه البيت الكبير ده يا تحيه؟ مش مهم انه كبير، المهم انه يساعدنا احنا الاثنين. بقي ساعي المنزله بحالها. تلاقيكي بقى بتدفعي في شيء وشويات. اهو ربك بيدبرها. مبسوطه في شغلك يا تحيه؟ يا خبر ده انا نسيت حاجه مهمه قوي. في ايه يما خير؟ في واحد يا حبيبتي جه هنا وقال لي المدام عايزاكي عشان عندك بروفه. بروفه ايه بس؟ هو ده وقع توب. يعني ايه بروفه يا تحيه؟ اهو تدريبات على الغره والرقص. طب وانت مالك يا حبيبتي ومال البروفه دي؟ مش انت بتقطعي تذاكر بس؟ ما انا لازم ابقى حاضره كل صغيره وكبيره يما. بصوا بقى احنا هنفتح شغل جديد للفرقه. فين يا مدام؟ انا خدت المسرح اللي ورا الصاله بتاعتنا في عماد الدين. هنقدم فيها كل ليله بروجرام جديد زي البروجرام اللي بنقدمه هنا في الصاله بتاعتنا. يبقى احنا بقى كده هنرجع جنب صاله بديع في عماد الدين. مظبوط كده. وهنظبط الشغل ما بين هنا وهناك، يعني هنقطع نفسنا يا مدام. طبعا
تظبيط الشغل ده مسؤوليتي انا. وبعدين يا رمضة انت هتعملي ايه اكتر من اللي انت بتعمليه؟ الرقصه اللي هتقدميها هنا هتقدميها هناك. ها يبقى احنا بقى اللي هيطلع عين ابونا ان شاء الله. اتلم يا بنت. هو كل حاجه هتكون مترتبه، يعني مفيش اي مشاكل هتحصل ان شاء الله. اهم حاجه الانضباط. الانضباط. ايوه الانضباط. ويلا بقى علشان نجد عشان عندنا بروفا. يلا 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 يا اختي انت وهي، يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، يلا 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 عشان نشتغل ورانا شغل. يلا شوف يا ستي، توجو مزراحي بيحضر لفيلم اسمه ليلة ممطرة، وانا رشحتك في الفيلم ده عشان تمثلي فيه، وهو يبقى تدريب عملي لغايه ما تبقي انت نجمة افلامك. الله، معقوله؟ انا مش مصدقه ودنيا بيه. قولي لي انك هتستمري في دروس التمثيل لغايه ما تبقي نجمه سينمائيه كبيره. ان شاء الله هحقق كل اللي بحلم بيه طول ما انت جنبي يا بيه. وان شاء الله في يوم من الايام الناس في الشارع هتشاور عليك وتقول اهي دي اعظم ممثله استعراضيه في تاريخ السينما المصريه، كاريوكا. يبقى انا لازم استعد لليوم ده من دلوقتي، وخصوصا اني بدات اتعرف زي ما انت بتقول. الله، وزعلانه قوي كده ليه؟ احسن طريقه تستعدي بيها لليوم ده انك تتمرني تمثيل كويس لغايه ما تبقي ممثله عظيمه. انا قصدي الاستعداد اللي هيبقى جوه البيت. امي لحد دلوقتي ما تعرفش اني بشتغل رقاصه. ما هي لازم هيجي لها يوم وتعرف يا توحة. خايفه من اليوم ده قوي يا مدام. يبقى تقولي لها احسن. انا كمان مش عارفه هتفهم شغلتي ازاي. بس مهما كان رد فعلها تعرف منك انت احسن ما تعرف من غيرك. سليمان بينجيب قال لي كده برضه. مفيش حل تاني الا اذا كنت ناويه بقى تعتزلي الفن وتروحي معاها البلد. ايه؟ اروح معاها البلد تاني؟ اسيب شغلي؟ ده كل مستقبلي يا مدام. انا بحب الفن قوي. ده انا ما صدقت اني اتقدمت خطوه. هرجع تاني البلد. يبقى لازم تكملي يا كاريوكا. امك بتحبك وهتغفر لك الكلمه دي. انا عمري ما عملت حاجه غلط. انا عارفه. نظرة المجتمع المتخلف هي اللي بتبص لنا على إن إحنا غلط. الفن والفنانين يا توحة هنا متهانين قوي قوي. قولي لأمك الحقيقة وما تخافيش من حاجة. إحنا أنت شايفة كده يا مدام؟ ومفيش غير كده. إيه؟ رقاصة؟ فنانة ياما، فنانة. فنانة إيه وهباب إيه؟ تشتغلي رقاصة يا تحية؟ يا مصيبتي يا مصيبتي. اسم الله عليكي بس من المصايب. ده الفن ده شيء جميل راقي ومحترم ياما. ولا محترم ايه؟ انت خليتي فيه احترام بقى. تحيه بنت المعلم علي النداني تشتغل رقاصه. طب اقول للناس ايه؟ اقول لهم ايه؟ قولي لهم بنتي فنانه. انا مش غزيه في الموالد ياما، انا برقص في فرقه من اكبر فرق مصر. فرقه السن بديعه مصابني. انت ما شفتنيش على المسرح. عارفه لما برقص كده ورجلي تدب تقول يا ارض تهدي معاك يا قدي. يا خسارة الارض تشحي وتبلعلي دلوقتي وتداركي اسفتي واكستي. رقاصة يا بنت بطني رقاصة. انا كان قلبي حاسس، كان قلبي حاسس. يا ريتني ما عرفت طريقك، يا ريتني ما خلفتك اصلا. ابوس ايدك ابوس ايدك. اسمعيني، انا الطريق ده ما اخترتوش، مشيت غصب عني. اتبهدلت وتعبت وشيت. سعر ايه واسم ايه؟ دي شغلانه كل فلوسها حرام. لا لا ياما، بنتك عمرها ما مشيت في الحرام. بنتك عمرها ما تعرف سكة الحرام. بنتك بميت راجل. والله العظيم ياما، ورحمة ابويا في نومته شعري ده ما اتفرد على كتف راجل ولا هيتفرد على كتف راجل غير في الحلال. يما الشغلانه دي بعرفها كتير وناسها كبار قوي بيساعدوني كده لوجه الله. واطمني اطمني يما، كل اللي انا وصلت له ده بمجهودي وعرقي وشقايا. عرقك وسخ وريحته شينه. بتذبحيني بسكينه تلمى ليه بس يما؟ بيني وبينك ربنا، تحرمي عليا اليوم الدين. ياما ما تقوليش كده. بوس ايدك عشان خاطري. انا هستحمل لحد طلوع الفجر وهاخد بعضي وارجع المنزل. انا ما بقاليش مكاني هنا خلاص. لو سبتيني ياما هموت.
راح يسألني عنك، هقول لهم ضحية ماتت، بنتي ماتت. يما عشان خاطري لازم تفهميني كويس، أنا عمري ما عملت حاجة غلط. بيني وبينك طلوع الفجر، وهاخد بعضي وأمشي، وأوعي أوعي تفتكريني، أنتي اللي ليكي أم. فاهمة؟ طب اطلعي نامي دلوقتي والصباح رباح. فرشتك ما بقتش تساعدني بتاعت مصر. أنا خلاص هفضل مكاني هنا لطلوع النهار وهمشي. يعني أقول عليك تمشي وتسيبيني؟ أسيبك؟ ده أنت نفسك سبتي نفسك يا بدوية. حرام من يوم صعبان عليا قوي ان ربنا ما يجمعناش سوا في الاخره. ليه بس يا ما بتقولي كده؟ حتى ربنا بقلوب، وانت عارفه ان انا قلبي طيب قد ايه. ياما انا ما عملتش حاجه غلط، انا غويت الفن، الفن مش حرام. طب انا راضيه ذمتك في حد يقدر يتكلم على ست ام كلثوم ويجيب سيرتها بحاجه وحشه؟ ولا مدام بديع؟ ولا حتى شفيقه القطيه؟ يما ده الملوك بيحبوهم وبيصاحبوهم وبيقربوا منهم. مالنا احنا بس ومال السكه دي يا بنتي؟ نصيبي مش بايدي، لازم اكمل فيه. والحمد لله انا خلاص اشتغلت في السينما، بقيت معروفه كده على قدي. لكن ان شاء الله انت كمان بكره تتشرفي بيا. انا ضحكت على نفسي وعلى الناس في المنزله وقلت لهم انك اتجوزتي في مصر عشان احمي سيرتك وشرفك. الحمد لله سيرتي وشرفي بتصنع. ازاي بس وانتي بتشتغلي رقاصه؟ فنانه ياما، انا فنانه. بقولك اشتغلت في السيما، يعني ان شاء الله لما ابقى نجمه وكبيره ومشهوره قد الدنيا اللي عنده كلمه هيبلعها. ياما انا مشيت مشوار وفي نجاح طعمه حلو. مشوار ايه بس البعيد ده؟ ده انا ما صدقت لقيتك. مش هتسيبيني تاني ياما، مش هتسيبيني تاني. أنا كمان ما صدقت لقيتك يا بنت حية. عايزاكي تكوني لي سند ياما، مش عايزة الغربة يكون جنبي وانتي بكرة تتشرفي بيا. عارفة ياما، أول مرة في حياتي أنام وأغمض عيني وأنا مش خايفة ومرعوبة. لما خدتيني في حضنك حسيت بالأمان. وحياتي